السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ شكلكي بحالي بحال بنتي، كلشي مزيان؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، مرحبا بكم بما فيديو جديد، فلوج جديد، احداث جديده في القناه. حنا جينا هنايا للدار جديده، جبنا شي حاجات. المهم اللي ساهلين انهم يجيو في الطوموبيل، ولكن اول حاجه حله تسيليه هي المونيكات ديالها. شوفوا، وجبنا هاديك البوفه راسها وديكشي، جبنا دوك البوفات ديال سيليا. ولكن شنو غنقول لكم، راه سيليا فتكات المونيكات كاملين وحطاتهم تتلعب. شوفوا هي وريهم وريهم، هذا سميتو لؤي. وريتي لؤي، وراتكم لؤي. وريهم بيبي ليلي، مونطخ بيبي ليلي. ها فين هي؟ كذا. ها بيبي ليلي، بيبي ليلي هي حتي. المهم جيت عاد مسحت دوك لانكاسات ديال الطو، دابا عادي نمشي يجيب فايز واحد اخر. خلانا هنايا خليت تعطى شويه، ولكن ماشي مشكل، ما نديرو الا وبلاتي وبلاتي. حنا جالسين كنتسناو فيه، غنوض نشوف شنو غندير، نقاد شي حاجات بيد ما نيجي ان شاء الله. كي درت عود الند، انا كنت جالسه كنهضر مع سناء ابي الفيديو، عاد سالينا درت عود الند. بخرت الدار بعد ما زعما درنا عود الند حيت ريحتو زوينه الصراحه. مي صافي عادي نمشي يجيب اخر فياج من الدار لهيه، باش غادي نشوف ردينا. حنا كنلعبو هادو ديال بيت النعاس، هادوك لي طابلو شوفي ولا ما عرفتش شنو تسميهم. ايوا دابا بدينا الدار، بعدا راه مشي مشات تبارك الله. شوفي الشميشة دابا غير الصباح، تبارك الله داخله الشميشة. نمشي يجيب اخر فياج من لهيه ديال داكشي الصغير، يبقى ليا تما غير الماريو ديال الدريسينغ. المهم نشارك معكم، انا اختاريت هذا البيت هذا، بغيت الراي ديالكم. عندي هذا هو البيت اللي مقابل مع الدخلانيش اللي هي هادي، ها هو الباب ديال الدخله. عندي هذا البيت هو اللي مقابل معاه، اختاريناه زعما انه يكون ديال سيليا. شوفوا المد شنو دار ليا تما، اختاريناه يكون ديال سيليا. غدار ليا دابا جي فليكس ان شاء الله غدا هنايا، باش غنديروا ليها البيرو ديالها. وزعما حيت كبير هاد البيت، كبير فيه تقريبا هكا، فيه 4 متر. طاحت لي صدمتي. بالنسبه لهاد البيت هذا هو الصغير، اختاريناه انه يكون ديالنا حنايا، فيه 3 متر وشي حاجه، صغير من الاخر. وهاد البيت هذا حيت هما جاو هكايا، هذا اللي قلنا ديال سيليا وهذا ديالنا حنا. هاد البيت هذا اختارينا اننا نديروه دريسينغ، بحكم اننا حنا ما عندناش ديك الفكره ديال الماريو في بيت النعاس. فيه واحد الحاجه ما عجبتنيش الصراحه، جا بحال هكا، وفيه هاد الدخيله هادي هكايا. هذا اختاريناه انه يكون دريسينغ. الله على ريحه الدراي اللي كنت مند باقي طالق في هاد الدخيله هادي، اختاريناه انه يكون دريسينغ. المهم تجاوبوني شنو بان لكم، اين واحد اللي ناخذو حنايا وإنا واحد اللي نديرو سيليا ما بين هاد الجوج هذاك. هذا مفروغ منه غيكون دريسينغ، غير ما بين هاد الجوج هادو مره بعد المرات كنكونوا حنايا كنقولوا خصنا ناخذوا الكبير، بعد المرات كنقولوا لا نخليو سيليا الكبير حيت عندها البالونسوار، عندها الطوبوغو، عندها البيرو، عندها بزاف د الحاجات. والناموسيه ان شاء الله اللي دوموندينا ليها، هذيك الناموسيه اللي كتكون ديجا ناموسيه وتحت منها ناموسيه اخرى كتجر، راكم عارفين كتجي عندي ماما، ضروري خصني ندير لها هي الماطله ديالها فيها. وبالنسبه للاصلاحات اللي غيوقعوا ان شاء الله هنايا، كوزينه باقا مرونه هكاك. الاصلاحات اللي غيوقعوا هنايا هو ان هذا الحيط اللي ما بين الصالون والكوزينه غيتريب، غيدار بحال شكل الكونطوار، غيدار هكايا مصاصي حتى تقريبا نقدر ناخذ حتى لهنايا تقريبا واحد، حيت الصالون راه كبير تبارك الله بحال اللي كيبان لكم، باش تجي الكوزينه مفتوحه على الصالون باش تبان هكايا، غادي تكبر كثر وغتزيد تبان كثر. هني عندي هاد السيجور هذا صغير، هنايا ان شاء الله باغا ندير غير شي ديكورات هكايا، الشاغيو ديال المعينات وداكشي غزال، وهنا غادي التلفازه والبابي بان ديالها صافي. وبالنسبه لهادو راه غيمشيو لبيت الناس ان شاء الله. وهنايا باغا ندير واحد سيباراسيون ديال الصالون، هنايا غدار حدا الباب باش يتسيبارا الصالون بحال هكا من الفوق حتى لتحت، غنديرها بالخشب ان شاء الله. سيباراسيون ديال الصالون علاش؟ باش ملي تحل الباب ماشي كلشي غادي يبان، يعني غادي ما غيكون، المهم باش يجي الصالون محدود، فهمتوني؟
المهم قولوا لي شنو رايكم واختاروا معايا البيت غنسميوه. هذا البيت هذا لي انفصل الزنيقه رقم 1 وغنسميوه هذا رقم 2. هنا واحد اللي نديروه ديالنا. هذه سيليا شافت لي جوي ديالها. سيليا شنو هو هذوك؟ شنو هما هذو؟ شنو هما؟ سوي سوي زعما لي لو كوفخا جوي ديالها فرحات. شنو هي هذه؟ ها؟ هذه لالا. الله اعلم ابنتي ما عرفتش شنو سميتها. قالت لك زوي شفتهم وهي تنسى الطابليت. غادي نبقاو ندوش على شعري مع الرحيل وداكشي والله الا مرونين. غادي نبقاو له تقريبا جوج كرتونات صافي وغادي نساليو. غيبقى له دابا تما غير الماريو دريسينغ ودوك لي بلاكار ديال الصبابط والثلاجه والكونجيلاتور هو اللي بقى صافي. هادشي واقيلا اللي كاين هادشي اللي بقى في الدار الاخرى ما بقاش بزاف. حتى يجيبهم لي صاحبو ان شاء الله. هادشي اللي كاين وصافي. الصراحه انا عاد غنرتاح غنسكن في البلاصه اللي تمنيت وغنصلح على خاطري وبشويه كيف ما قلت لكم. دابا ان شاء الله راه كيف ما شفتوا معنا في الفيديو اللي فات ديجا خدينا جيرفليكس كنتسناو غير المعلم يقدر يكون غدا ولا بعدو غادي يجي يدوز لي جيرفليكس بعدا غير البيوتا وغندير ليه هذوك لي باكيت هكايا باش البيوتا يتقادو ونتهنى منهم. عاد يبقى لي الترياب اللي قلت لكم هنا بيان سور. انا الكوزينه غادير كوزينه ايكيبي هادشي كولو غيتحيد وكيف ما قلت لكم غنزيد البالكون على الكوزينه وغنصلح تما. المهم بزاف د الامور. غنتشاور معكم في حاجه اخرى عاوتاني شنو بان لكم في هاد الريدوات هادو واش نخليهم ولا نحيدهم. هادو ديال هاد السميطه هادي انا بغيت نديرهم الكتريك عادي تيكلوس لي غير هادو ما عرفتش الصراحه شنو غندير بالضبط حيت الدار ليا انا عندي الكتريك وعاجبني ولكن ملي كيكون مقطوع الضو اولا ملي كيتقطع الضو كان وحلو الا بقاو مسدودين والضو مقطوع كان وحده. هذا هو الفكره اللي كاينه فداكشي علاش ما عرفناش واش نخليو هادو ولا نبدلوهم الكتريك ولا ما عرفتش شنو نديرو. حتى تقولوا لي في لي كومونتير الاراء ديالكم. بقى ليا صافي صافي كازاد الفيازات وبعيد الحال راه ماشي ساهل. كاين البعد سبعه كورونا سبعه سبعه تزيد جوج من الرومبو يعني سبعه مشي سبعه مجي هي 14 سبعه مشي سبعه مجي هي 14 اخرى هي 28 14 هي عاد سبعه مشي سبعه مشي سبعه مجي 28 اخرى لا هي 14 اخرى هي 28 هي شحال؟ 28 و 14 38 و 40 42 كيلو تبارك الله. سيدي راه خدامه قلت لك لي سوي سوي وصلها لي جوي ديالها صافي نسات الدنيا وما فيها. خلي الشميشه خلي الشميشه لا لا صافي حيت دابا برا برا خلي شويه الطودا هاكا خلي شويه الطودا ما تخلطش فيه صافي. بعدا جا الكونيكسيو فيها مزيان خدمت فيه انا هذا بوك دو كوبي واخا غير شويه عرفتي بلي
بالزوينه هذه غير كديرو كيتحل هذا ما محفورش بزاف يعني هذيك العيبه دغيا غتخسر ما كتدخلش كلها اه يعني مازال خصها تحفر لا ما محفر ماشي مشكل كاين سميتها ما كتدخلش كلها عرفت بيت سيدي الأمينة. يلا اليوم اختاروا معايا واش نديروا هذا بيت سيدي ولا هذا ولكن اللي في النهايه راح حيتاش كبير حيت الكبير دابا حنايا ما غنحطوا والو في بيتنا هذا ما كتسدش انت ما كتفرجش عليه يلا واخا راه داكشي حالو ساهل هذا ما حيتش عليك اخلي اخر حاجه سيليا سيليا لقات اللعاب ديالها شوف فهمت سينا كون جبتي لها تي ما تقلب لك على رسوم ولا حتى شي حاجه وي حيت كانت مازال ما تسيقاتش يلا سينا لا كون سبقنا لها هذاك هما الاولين وي سيليا يلا مشيو بابا يا يلا مشيو يلا راه ناكلو بولي اليوم يا راه ناكلو بولي بابا واقيلا دوموندي دوموندي تاعي غير سيربي عرفتكم فيكم الجوع وهذا دومونديت بولي هاي خلي دابا نقد داكشي يلاه زين صافي هاد الروينه وري وري الروينه ديال سيدي بدات الروينه باقي كامل سكنتي بدات الروينه وما حليتش هذاك وحليتي هذا وجيت تفرج في هذاك الطابور مركز هذاك الشيء كامل المرحله الطوموبيل يلا يلا اجي حطيتي حطيتي نمشيو يلا باقي طوبوكو في الدار يلا هاك كما انا جيت للدار دابا هنايا غادي نجمع هادشي هو اللي بقى ليا وهذيك الطوبوغون وهنايا هاد البونجات هادو حتى نعطيهم لشي حد هاد الروينه كامله خاصها تجمع هنايا كنستف اللعب ديالي اللي خاصهم يتصبنوا نبداوش على هذيك الروين اللي هادو خصهم يتحكوا يتصبنوا دابا هما واحد الطوموبيل الكتريك ديالها لافواتور الكتريك ديال سيليا كاين هنايا برا غادي يسد عليا بالساروت تخيلوا دابا ما لقاش الساروت ها هو واحد لافواتور ديالها الكتريك هنايا واحد لي بالون كرات ديالها هما خصهم تاهما يتمسحو مزيان غندير الشيفونة فيها الما و شي برودوي ومسحو مسح مزيان لافواتور وهادوك الكرات غادي يتغسلو الدريسينغ راه باقي بزاف اليوم غنخوي الحوايج كاملين باش غيدي البلاكار العشية صافي وهذا الصراحه غيبقى لاصق فيا خصني نحيدو نعطي لشي حد هذا البلاكار هذا تسيلي حيت ما نحتاجوش ما عرفتش الا بقى حتى لتما الا لقيت كيفاش نصيفطو لماما ولا هكا تعطيه لشي حد راه مزيان صافي الكوافوز حتى هو غادي نخويه اليوم معكم في هاد لا فيديو هادي باش يديه ليا حتى هو العشيه للدار لهي عندي هاد الكراتن هادو هادي كبيره وهادي وهادي بثلاثه شوف شحال الصابون مجموعه عاد شبكه اخرى في السطح وعندي هادوك الكراتن اللي هي في الصالون ما عرفتوش واش غيقدوني محال يقدوني المهم انا غنشوف ديك الساعه ونشوف نزيد الكراتن كراسي شوفي لي كسيت
تنسالي مشي قربت باقي بزاف. هما عمرتني هاد الكرتونه هادي عمرات صافي خصني نسدها. انا سيلي راه ناشطين طالقين الطرب وبقى لي السلعه هادي حيت غيخرجوا منها اليوم اربعه لي كوموند الوغ ما يبقاش لي بزاف حيت يلا وصلتني اصلا ما بقاش لي بزاف وغادي نديروا ماي في كرتونه صغيره دوك لا يبقاو ليا صافي وباقي ليا الحوايج ديالي حيت تبدلوا تبدلوا تبدل غنديرهم لا غير في كرتونه ونخليها محلوله نديرهم لا غير في هذيك الصغوره ونخليها محلوله وباقي ليا الصابون هكا تقريبا ربعه د الماكن ولا خمسه د الماكن الصابون خصهم يتصبنوا ويطلعوا يتنشروا باش يهبطوا مقادين ونطويهم نديرهم في كرتونه. بل البنات اللي غيقولوا لي علاش ما درتيش الشوانط درتي كراتون البنات راه ما عنديش الشوانط انا كاع الشوانط اللي عندي حيدتهم صافي فرتكت داكشي كله حيدته دابا عاد نبدا نشري نقدر نشري جوج شنطات يكونوا زوينين وحده ليا وحده لعادل ونشري وحده صغيره لسيليا يكون داكشي كيوت وزوين وصافي كاع الشوانط اللي عندي حيدتهم حيت بحكم اننا كنسافر بالطوموبيل كبيره ما كنديرش كاع بزاف الشوانط كندير غير اي حاجه هكايا كنجمع فيها ولا وخلاص الشوانط اللي عندي كلهم بقاو عند ماما الهي. المهم اختي انا دابا خويت البلاكار بحال هكا حيدت له دوك الطاجيرات بان ليا مشى الحال الوغ غادي نمشي اول حاجه نحيد عليا البالونسوار ديال سيليا والطوموبيلات ديالها والبيكال وداكشي كله يتحك يتقاد عاد باش نرجع نكمل البلاكار حيت فريمون مشى الحال خويته كله ما بقات فيه حتى شي حاجه نتوما حتى لي تيغوا خويتهم داكشي غير اللي حطات سيليا دابا حتى لي تيغوا خويتهم دابا غير خاصني قبل ما تمشي الشميشه نمشي نحك هذاك الشيء بعدا ونقادهم نخليهم يتسقطروا ونشوفوا في الشراج ما حطوا ما في الشراج ما فيهم يطلعوا من السطح وديك الساعه نجي نكمل هنايا وانتم معايا. وكلتها دابا انا غادي نرطب هاد الناموسيه هادي حيت موسخه وغادي نمشي ندوز ناكل حيت رجع نكمل غادي Follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, now I know. One day we'll zapped away bell sounds to kiss. ساليت لها البيكالا وداك التخوتوغ وداكشي كلو دابا غادي نمشي ندير
المونتاج لهذا الفيديو باش نحط لكم الفيديو حيتاش جاني الفيديو لا باقي شي حاجه. انا باقا هادو راه غسلتهم، انا باقا غنزيد نشقى شحال من حاجه، ولكن الا تصورت معكم غادي نزيد نكبر الفيديو ونطول الفيديو ما يمكنش. خدمه الطوموبيل يعني ما يمكنش ليا ندير الفيديو طول من هكا. هذا ما كان احبابي بالنسبه للفيديو ديال اليوم، تهلاو ليا فراسكم، نهاركم مبروك احبابي، بوسه كبيره لكم. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، راه ما كنتخلصوش على لي لايك، غير هما كيشجعونا باش نزيدو نصورو ونزيدو نخدمو ونزيدو بالقناه لقدام. هادشي اللي كاين، التشجيعات ديالكم في لي لايك وفي لي كومونتير، وما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. نمشي نكمل روينتي، والعشيه ان شاء الله غنبدا لكم فيديو جديد حيت غنمشي للدار غير سيليا صايقة. عرفتي الفرحة؟ دخلتي في الكرسي، شو صايقة شوفي دخلات، راجعة بالمرشاية، ديري هاك، يلا زيد بوس، بنتي ولات كتصبر راسها، تا كيحبسها الحيط.